صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، رئيس الفقري لجمعية حماية المستهلك، أصحاب السعادة، ضيوفنا الكرام، حضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في اللقاء العلمي الشهري السابع بكلية الاقتصاد والإدارة، والذي يأتي تحت عنوان حماية المستهلك بين الواقع والمأمول. ونبدأ لقاءنا بكلمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في البداية طيب لي أن أشكر هذه الجامعة العريقة على دعوتنا لهذا الحوار، وأود أشكر مدير الجامعة الدكتور أسامة صادق طيب، وأشكر الدكتور حسام العنقري عميد كلية الإدارة والاقتصاد على تحت هذه الفرصة لنا وللجمعية، وهي جمعية الجميع، تحت الفرصة أن نظهر أدوار الجمعية اللي في بلدنا ومهامها اللي للأسف ما هي بواضحة للجميع أو لفئة كبيرة من الناس. فأشكركم على هذا الحوار، وإن شاء الله نقدر نجيب على أسئلتكم وعلى كل مرئياتكم. بالنسبة لي أنا أتمنى أني أسمع أكثر، أنا بحكم أني رئيس فخري ومشرف عام، فالأسئلة هذه كلها ترى هي اللي تصير بيننا في الحوار بيننا وبين الجمعية، فبنستفيد منكم أكثر، وشكرا. شكرا لكم صاحب السمو. الآن نبدأ بالقول بأنه لاحظ الدارسون والمهتمون أن عادات المستهلكين في الآونة الأخيرة تغيرت كثيرا بعد تكرار الغرزات في أسعار السلع وعلى وجه الخصوص المواد الغذائية، فأصبح بحث المستهلك يتركز على السعر المناسب وليس على الجودة أو العلامة التجارية المعروفة. وقال أحد مسؤولي المبيعات في أحد الأسواق الكبرى للمواد الغذائية الذي حمل الوكلاء الحصريين لبعض السلع الغذائية الرئيسية مسؤولية ارتفاع الأسعار، ومن هنا نتساءل هل يفتقر بعض التجار للتسويق الأخلاقي وتغليب المصلحة العامة خصوصا مع انخفاض أسعار السلع من منشأها؟ هل حقيقة هناك غياب لثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى بعض التجار؟ وبالنظر إلى جمعية حماية المستهلك فإنها جمعية تختلف عن باقي الجمعيات، حيث أنها لا ترتبط فقط باستهلاك الإنسان وإنما بصحته وسلامته واقتصاده. لذلك نقول ما هو مؤشر الشفافية التي أطلقته جمعية حماية المستهلك مؤخرا وما الذي يحدث إليه؟ وهل لدى الجمعية نظام تقني لفحص السلع وكشف الأصلي والمغلف؟ وما هو مشروع التصديق الرقمي وتقنيات مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك والذي دشنته جمعية حماية المستهلك؟ ثم هل تواجه جمعية حماية المستهلك بعض المعوقات في تأدية واجباتها مما ينعكس سلبا على حماية المستهلك؟ ومن جانب آخر، أليس ما يحدث في الأسواق من زيادات الأسعار على أكثر السلع والخدمات ومن ارتفاعات مباشرة يؤكد أن هناك استغلالا لفكرة الحرية الاقتصادية يدفع ثمنها المستهلك؟ أوليس من أهم حقوق المستهلك والتي تلزم بها المتاجر في جميع أنحاء العالم، على سبيل المثال وجود ملصق سعر السلعة عندما تعرض في الأسواق، مما يجعلنا نتساءل هل نحتاج قوانين تنظم حركة السوق وتضع مصلحة كل من التاجر والمستهلك في الاعتبار، فلا تترك الأمور للاجتهادات أو لتصيد الفرص أو لتحقيق الكسب على حساب المستهلك، أم أن بعض هذه القوانين موجود وإنما نحن بحاجة للآليات اللازمة لتطبيقها؟ ألا تجد المشاركة بين جميع فئات المجتمع للعمل على حماية المستهلك؟ وكيف تكون هذه المشاركة؟ وما هو دور المستهلك في منع الاعتداء على ما له من حقوق؟ لعلنا نجد من ضيوفنا الكرام
إجابة فيما ستتفضلون به عن بعض هذه النقاط وغيرها. وعلنا نبدأ بالدكتور ناصر بن إبراهيم بن محمد آل تويم رئيس جمعية حماية المستهلك والدكتور في سطور بسيطة، وحاصل على الدكتوراه الفلسفة في الإدارة والتنمية، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، رئيس مجلس الجمعيات التعاونية والجمعية السعودية للإدارة، ورئيس جائزة التميز الإداري وأمين عام للجائزة، عضو لجنة استشارية لجائزة الملك خالد والمشرف على فرع المسؤولية الاجتماعية، عضو اللجنة الاستشارية للمركز الأمير سلمان للإدارة المحلية، خبير في المسؤولية الاجتماعية لاعتماد المواصفات العالمية، والمشرف العام ورئيس تحرير مجلة عالم الجمعيات. فليتفضل مشكورا. مع أننا نود أن نبين فقط بأنه سوف يكون في كل متحدث تقريبا نصف ساعة 30 دقيقة، ثم بعد ذلك نفتح المجال للنقاش. والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا اليوم الكريم باسمي شخصيا وباسم الأخوة الحاضرين وباسم كافة المستهلكين، نرحب بسمو الأمير صاحب سمو الكيس الأمير محمد بن سعود بن نايف المشرف العام والرئيس الفخري لجمعية حماية المستهلك. طبعا يقال إذا لم يتحلى المسؤول أو الفرد أيا كان موقعه بفضيلة الاعتراف بالجميل فلا فضل فيما يقوله أو يفعله. وجينا حثنا هل جزاء الإحسان إحسان، أقول في كلمة حق الحقيقة، لقد كان لسمو الأمير الدور الكبير في إنقاذ هذه الجمعية. الجمعية ولدت في ظل عواصف كانت تعصف بها، لولا مشيئة الله ثم تدخل سمو الأمير. الحقيقة أقولها للتاريخ يعني وليس مجاملة. فباسمي شخصيا وباسم كل المستهلكين طبعا وباسم التجار المستهلكين أيضا نشكر سمو الأمير على هذا الحقيقة الإنقاذ الذي لا يعلم الله سبحانه وتعالى مدى الجهد اللي بذله. يعني نحن قريبين ولامسنا الألم، وإن شاء الله الآن الأمل يزرع. الشيء الثاني طبعا أنا أحب الحقيقة بشكر يعني كل من أسهم بقليل أو كثير في الترتيب والإعداد، وأنا شاكر العميد الكلي أستاذ الدكتور يستطاع الحقيقة أن يستضيف صاحب السمو الملكي في هذا اللقاء العلمي. وباسمي شخصيا نشكره، وأيضا هذه الجامعة نسميها جامعة الأب، وسعادة معالي المدير مسبقا وسعادة الوكلاء وأعضاء التدريس والطلاب والطالبات، الحقيقة كل من أسهم ويساهم في هذه الحقيقة النقلة النوعية وهذا الحراك العلمي والبحثي والمجتمعي لهذه الجامعة. طبعا الوقت محدود 10 دقائق، يعني هو روح التحدي طبعا هو قبل الساعة طبعا في تغيير البرنامج، فأنا حاول يعني نترك المجال كما ذكر سمو الأمير للنقاشات، لكن كانت أنا بتكلم عن الواقع والمأمول. الواقع طبعا أنا ذكرت أنه لا يسر أو لا يرضي طموحات القيادة ولا رضا المستهلكين يعني في كل المجالات، ووجود عند إحصائيات وأرقام لكن الوقت لا يسع لسردها. بينما المأمول طبعا الواقع أنا ذكرت لا يسر 3 لاءات طبعا، لأني كنت بتناول من خلال ما يسمى بمصطلح نظرية الفوضى المنظمة بين المقصرين والمسرفين والمطففين. وش أقصد بذلك؟ لأن الموضوع طويل في هذا الموضوع. المأمول طبعا الحمد لله يسر كثير جدا، تفاؤل، نحن بلدنا بلد التفاؤل ودينا دين التفاؤل، وبالتالي نحن متفائلين، وكان مخطط ناقش ذلك من خلال نظرية التفكير خارج الصندوق وضمن مفهوم المقارنة المعيارية القياسية يعني المكانية والزمانية. والبعد الآخر من خلال نموذج جديد طرحته في الإدارة يسمى نموذج الإدارة بالرشاقة. فالوقت لا يسع لذلك، أنا بحاول أستعجل كل دقيقة. طبعا في البداية لابد أن أذكر أن حماية المستهلك هي أول شيء رسالة أخلاقية ودينية، كل الرسل يعني في القرآن الكريم أكدوا على هذا الشيء. وحماية المستهلك هي مطلب اقتصادي شيء مهم للأمن المعيشي، وبالتالي يساهم في الأمن الوطني بشكل كبير، وتحافظ على الدخل الحقيقي، لأن حماية المستهلك تساهم أيضا في ما يسمى باستغلال الأمثل للموارد المالية. أيضا حماية المستهلك يعني هي في الحقيقة تحارب ما يسمى بالنخب الاحتكارية، والموضوع هذا في موضوع فلسفي طويل جدا،
لن أتكلم عنه لأن نحتاج إلى وقت وإيضاح. وأيضا الدولة عز الله أنا بقولها بكل صراحة لم تألو جهدا أو مالا أو وقتا في دعم حماية المستهلك، لكن النتائج على الأرض أو الواقع لا تلبي طموحات القيادة كما ذكرت ولا رضا المستهلكين. فبالتالي لأنه كثير من الأجهزة المعنية تعمل وفق نظرية الجزر المتناثرة، يعني كله يغني على ليلى. بالتالي نحن بحاجة إلى وضعنا خطط طموحة جدا بما فيها سد الغيابات التنظيمية والفراغات المؤسسية، وأيضا قضية الوعي. عندما أتكلم عن المقصرين إخوان والمسرفين والمطفين، بس أعطيكم أمثلة، يعني لما أتكلم مقصرين تعني كل مؤسسات المجتمع بما فيها الأجهزة الحكومية المعنية في تقصير في نقص فراغ إلى آخره، لكن في جهود تبذل، لكن نريد أن تلامس الواقع. والأمير سلطان بن سلمان قال كلمة: طموحات القيادة بعيدة جدا، لكن الإمكانات المحدودة والفكر الموجود لدى الأجهزة التنفيذية الرقابية لا تلبي ولا ترتقي لهذه الطموحات. بالتالي هذا واجبنا كمفكرين وكمسؤولين أن فعلا الحقيقة نسدد في هذه الفجوة. بالتالي هذا الشيء الثاني اللي بذكره. طبعا أتكلم عن المسرفين، قضية الفوضى المنظمة. طبعا لما تكون فوضى منظمة لي مقصود بذلك، طبعا لأن في تكتلات ضمن إطار شامل، وأيضا لن أدخل فيها في تفاصيل، لكن إذا نتكلم عن المسرفين نحن كمستهلكين، يعني في كل الأرقام يا إخوان، يعني لو أخذنا، أنا موجودة عند الإحصائيات لكن بتكلم على أساس الوقت ما يدركني، لو خلونا نأخذ الأربع أشياء: الطاقة. الطاقة المملكة تستنزف مليونين بترول يوميا، أعلى معدل استهلاك في العالم. آخر إحصائية أن نحن 4 أضعاف المعدل العالمي في استنزاف البترول، يعني المتوسط. فبالتالي هذا على مسؤولية السيارات تجوب في الطرق، ما في تنظيم إلى آخره. طبعا عندنا اقتراحات هذا الموضوع، هذا أيضا يؤدي إلى التلوث إلى آخره. عندما نأخذ الكهرباء إخوان، الكهرباء أيضا في إسراف كبير جدا. بعطيكم آخر إحصائية، طبعا نحن أعلى معدل يصرف وأعلى معدل في النمو في احتياج الكهربائي، تصل إلى 8 إلى 10% سنويا. جامعة الملك سعود على أساس الشيء بشيء بدأنا في جامعة، آخر إحصائية في هدر 500,000 ريال شهريا، طبعا فاتورة الكهرباء تصل إلى 10 مليون بسبب الكهرباء، مع أنه الجامعة عندها نظام تحكم. الآن إذا أخذنا جامعة رائدة عندها أنظمة تحكم تلقائيا الساعة 4 مع بعض الاحتياجات الأخرى، فكيف بالمؤسسات الأخرى والمصانع والطرق ومنازلنا؟ شيء يعني كبير جدا. خلونا نأخذ الموية يا إخوان. الموية المملكة تشوفوا حجم الإسراف، المملكة الفرد يستنزف 850 متر مكعب، تصوروا في بريطانيا 165، مع أن بلدنا بلد حقيقة يعني فيه ندرة في الموارد المائية. في إحصائية طبعا الموية النقطة هذه لو تحسبوا النقاط كم واحد في نفس في الثانية، هذه تتراكم تصل إلى 10,000 لتر في السنة. طبعا نحن بشاهد يا إخوان، أشوف اللي يتوضون ما شاء الله، شوفوا بس كيف يتوضون، حجم النقاط اللي تروح خمس يعني هدر وحدث ولا حرج. نجي في مثلا في قضية ثقافة أكل الرز وثقافة مشترع الرز، المملكة 25% من نسبة الفاقد، هذه موجب الإحصائيات، هذا نظيف غير آخر. أنا عندي إحصائيات لكن الوقت يعني أنا أخشى أن يدركني، عندي معلومات كثيرة جدا وبيانات وإحصائيات نبغى. خلونا نتكلم عن المطففين يا إخوان. المطففين أتكلم عن بعض التجار، فتطفيف الله سبحانه وتعالى في المكيال والميزان الآن وصل في الخدمات في أشياء كثيرة جدا. وأنا عندي هنا إحصائية لو تكلمنا عنها، يعني قضية كما ذكر زميلنا، لابد نعيد صناعة ثقافة جديدة للتجار تتضمن التسويق، الاستيراد الأخلاقي، التصنيع الأخلاقي والتسويق الأخلاقي، وهذه للأسف مفقودة في ثقافتنا. أنا أشوف عندي هنا إحصائية لكن عشان أنا بوفر وقت لذلك أنا تركت العرض والأرقام والإحصائيات. خلوني أتكلم أحسن بدون العرض لأن الوقت ضيق. فبالتالي المسؤولية كبيرة جدا. ديننا طبعا حرم كافة أنواع الاستغلال، لكن للأسف أنا بقرأ هنا إحصائية أحد التجار هنا في جدة في الغرفة التجارية اعترف أنه نحن نربح 200%، موجودة عندي هنا الإحصائية والمقابلة معه. الحقيقة ذكرني كم بقيل يعني. ها طيب هنا عموما خلونا ننتقل إخوان للجانب الآخر. تكلمنا الواقع لا يسر، لا يجب أن نكون طموحين يعني. فبالتالي لكن الحمد لله في إيجابيات كبيرة جدا، لكن نحن يجب أن نكون مثال وقدوة للدول الأخرى. لكن المعدلات والأرقام
تخالف هذا الواقع اللي نعيشه. طبعا لو اتكلمكم على حجم التجارب عمليا، يعني من ما اتكلم هذه احصائيات اجهزه حكوميه، حجم الغش وانواعه اشياء مخيفه جدا، وذلك نسبه الامراض الخطيره عندنا من سرطانات وامراض كبد وكلى الى اخره، كلها نتيجه لهذا. يعني الاكثر من عماله اجنبيه تعرفون، يعني حتى الخضروات ما يعرفون فتره التحريم وفتره الانتظار في المبيدات تتوقع. لذلك ابشركم بشاره، وانا اتشرف الحقيقه ايضا بهذه الامير، هذا بحث علمكم كيف المسؤول الاجتماعي، هذا البحث اتشرف بهداء الامير، طبعا سواه مختبر هانيبال في امريكا. هذه الدراسه وهذا البحث كلف مليونين ريال، سووا لنا جزء المسؤول الاجتماعي. انا تواصلت مع المختبرات هناك وعندهم رغبه، طبعا قلت ليس لا تجبرونا ان ننشئ، لكن تسوون هذه الدراسه لعلنا ان شاء الله في الجمعيه، لاني وجدت كثير من الجمعيات تنشئ من هذه المختبرات. هذا المختبر اخوان بيقيس كل حاجه، وفي انواع التقنيات، بالتالي نحن نحتاج رجال الاعمال فعلا، لان هذا حيوفر بلايين الريالات، لكن بيوفر قبل ذلك في صحه وسلامه. وانا بتشرف طبعا هذا بتشرف اعطي اسم الامير عشان الوقت، ودنا نحكي عن الجمعيه. نعم الان بنتقل للجمعيه كما ذكر اسم الامير. الجمعيه طرحنا 8 خرائط طريق، يعني وكل خريطه فيها مجموعه من المشاريع. خارطة الطريق مثلا العامه، هذه الخريطه يعني طرحنا فيها، وعندنا مؤشر القياس ان نقيس بالضبط الى اين وصل. فبدعم سمو الامير متابعته، طبعا انا اطلقنا قناه المستهلك الفضائيه، يمكن بعضكم ما سمع فيها، طبعا تردد 1 2 3 4 1. هذه القناه اول قناه معنيه بالمستهلك في العالم، وبالتالي الخرائط هنا المشاريع يا اخوان اللي طرحناها كثيره جدا. ومن خارطة الطريق العامة فيها 81 برنامج ومشروع مبادرة غير مسبوقة. يمكن سمو الأمير تحدث أو المتحدث، طرحنا مؤشر الرضا، طرحنا مؤشر الشبابية، وعندنا موضوع التصديق الرقمي. هذا التقنية يا أخوان هذه باستخدام الجوال يستطيع الإنسان يحدد هل لحظيا هل المنتج مغشوش أو مقلد، يعني فيه بروفايل كامل عن هذا المنتج. وقع اتفاقيه سمو الامير وقع مع شركه زين، والان بدينا انشأنا مركز التصديق الرقمي، وان شاء الله قريبا ان شاء الله يبدا التفعيل. فبالتالي نرجو ايضا من بالذات ان ركزنا الان على تجار الادويه ومصدري ومنتجي، وايضا قطاع غيار السيارات، وايضا في موضوع التجميل، لان هذه اكثر اشياء مخترقه في الغش. مؤشر قياس الرضا هذا ممكن الشكوى مباشرة تحال للجهة المعنية، نحن نراقب وبعد كل شهر نعطي تقرير لرئيس الجهاز. هذا أيضا قياس الرضا مؤشر أيضا طورناه واستشفينا من جهات أخرى وطورناه، وسوي لك كستمايزيشن على الاحتياجات السعودية، وهذه تشمل الأجهزة الحكومية المعنية بالرقابة أن نكون عين لهم، وأيضا تشمل الخدمات والمنتجات، يعني أي واحد يقدر يقيم أي خدمة أو سلعة من طريق استخدام أيضا الجوال والتقنية أو طريق موقع الجمعية الإلكتروني، ويستطيع أن يسوي رصد ويسوي تقارير كاملة. في عندنا مؤشر الشفافية، هذا المؤشر يتكون من 4 قوائم، اللي القوائم اللي تحت المقاطعة، الناس طالبون بالمقاطعة طبعا بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية وبعد استيفاء الإجراءات الضرورية. عندنا قائمة إخوان أيضا القائمة تحت الملاحظة، وعندنا القائمة الذهبية، هذه الجهات المنشآت الخاصة اللي تتجاوب مع الجمعية. أبشركم طرحنا عدة مبادرات وتم التجاوب معها، مثل قضية استبدال المشروبات الغازية بالعصيرات في مطاعم تجابوا وكرمناهم في مدينة الرياض في المقر الرئيسي، وبالتالي نالوا ما يسمى الشهادة الذهبية، العضوية الذهبية. عندنا أيضا القائمة الأخيرة أو اللي هي يسمونها علامة الثقة Trust Mark، هذه أيضا أي تاجر يلتزم بالتسويق الأخلاقي ومع مع الجودة، يعني يأخذ بعض عندنا بعض المؤشرات داخلية وخارجية، سيحصل على الثقة إن شاء الله قريبا. عندما ترتاحون تشوفون علامة الثقة، يعني Trust Us، يعني في جودة عالية وفي سعر أخلاقي، تسويق أخلاقي، حنوقع مع المعنيين. طبعا الآن اليوم في بشرة طرحنا سمو الأمير وبحضور الدكتور في المجلة العلمية، وما دامنا في مظلة في حاضنة علمية، بالتالي إن شاء الله الجمعية المجلة العلمية سترى النور قريبا. طبعا سمو الأمير جزاه الله خير بشرة بشرة، في عندنا أيضا جائزة الأمير نايف لحماية المستهلك إن شاء الله سنعمل عليها الحقيقة، وضعنا تيم ودراسات متكاملة. طبعا البرامج طبعا موجودة عندنا، برامج وعندنا كلها موجودة، وضعنا بعض البروشورات إلى آخره. في شيء أخير على أساس ما أنساه، من النساء
سووا 30 نشاط سوينا شهر المستهلك، وايضا اتشرف سمي توه جاني امس المطرعه شهر المستهلك. اشتغلوا النساء شهر كامل يا اخوان، نحن قلنا العارفين ببواطن الامور عندما نسوي مؤتمر او ندوه نتعب. تصوروا يا اخوان اكثر من 30 مناسبه يعني في الاسواق، في المجمعات التجاريه، في الجامعات. فما شاء الله الفريق النسائي انا احييهم الحقيقه، ولانهم بذلوا جهود غير عاديه خلال شهر كامل، وبالتالي طلعونا الحقيقه منتج، لانهم تواصلوا مع قضيه الوعي حتى التخطيط المالي للاطفال الى اخره بداوا فيها. ان شاء الله بدانا في الرياض، ان شاء الله نامل ان شاء الله قريبا سمو الامير حيفتتح يدشن فرع المنطقه مكه المكرمه، وقريبا ان شاء الله المنطقه الشرقيه ثم حائل والمدينه المنوره. وبالتالي نحن ان شاء الله دعم سمو الامير وايضا تعاونكم مع الجمعيه اعتقد ان شاء الله سيخلق الفرق. وبالتالي انا لا اريد ان اطيل، لدينا الكثير الذي نقوله، لكن كما ذكرت حتى ترجمه والحقيقه مجموعه من الكتب التي ايضا نفخر بها، حتى في كتاب في هذا ايت دونت ايت، هذا بالنسبه ودرينك دونت درينك، كل الجنك فود في المطاعم الان ان شاء الله ستر نور قريبا ان شاء الله مجموعه من الكتب التي فعلا ستحدث الفرق، لان طرحنا مبادره ايضا وضع ترافيك لايت، نظام السعرات الحراريه في المطاعم الى اخره، وان شاء الله بدينا نجد تجاوب. وانا طبعا بس الدكتور تسمح لي اخذ دقيقتين من وقتك، انت ما شاء الله عليك في معلومات كثيره وفي اشياء كثيره، لكن انا ودي اوضح ليش عندنا برامج او نتمنى نعرف رده فعل المستهلكين وهذه، لان احنا منا بجهه تنفيذيه، احنا ما عندنا صلاحيات تنفيذيه ابدا، لا بوقف منتج ولا باصدار عقوبه ولا شيء. احنا منا مفهوم جمعيه حمايه المستهلك في الدول الاجنبيه اللي هي جهه تنفيذيه رقابيه عندها الصلاحيات. احنا هنا انشئت من خادم الحرمين الشريفين والله يغفر له سمو الامير سلطان ولي العهد، وعلى وقتها كان نائب الثاني الامير نايف، اصدرت هذه الجمعيه لتكون صوت للمستهلك فقط. ما احنا عند في تقصير يمكن مننا وتقصير من بعض الجهات الرقابيه، لكن المستهلكين والمواطنين لازم وكل الناس لازم تعرف ان احنا جهه ناخذ صوت المواطن ونوصله للجهات المعنيه. لا نقدر ننفذ من هنا ولا نقدر نقطع منتج او، لكن نقدر نوضح للمستهلكين وش يعني وش الزين وش اللي ما هو زين، وهم يختاروا على حسب رغبه كل واحد. احنا ما عندنا الصلاحيات، احنا نتمنى انه يكون عندنا الصلاحيات والدعم المالي الكفايه ان نقدر نصدر عقوبات او حتى نمنع او حتى اي شيء، لكن هذه ما هي عندنا. فاحنا على حسب الصلاحيات اللي عندنا والامكانيات اللي نقدر عليها احنا جالسين نشتغل. فهذا اللي انا قلته في البدايه، في ناس ما فهمت الجمعيه صح. احنا الجمعيه حديثه ونتمنى التفاعل، دائما نتمنى تفاعل الناس، ما هي بجمعيه مغلقه على كم شخص او مؤسسه. احنا هذه جمعيه المستهلكين، يعني عامه الناس، في اي احد يبغى يسال سؤال في اي وقت كان في او يشتكي على منتج، احنا الشيء الوحيد اللي نقدر نسويه ناخذ هذه الشكوى ونوصلها للمسؤول ونعطيه رده فعل وش اللي صار. فهذه عشان كذا في خطط كثيره او اشياء كثيره لازم يصير فيها تفاعل من المستهلكين نفسهم، وهذا اللي نقدر عليه في هذا الوقت. اذا كان في اقتراحات من اي احد او وجهة نظر من أي أحد، إحنا نتمنى، إحنا نرحب صدر رحب، إحنا نتمنى كل أحد، لأن هذه ما هي راجعة بس لمصلحتنا، هذه راجعة لمصلحة كل فرد في هذا المجتمع. فبس عشان كنت أحاول أوضح كلام الدكتور ما شاء الله عليه عندهم برامج وعندهم خطط وعندهم هذا، وده في هالوقت البسيط إنه يوضحها كلها، لكن إن شاء الله في القناة وفي الموقع إن شاء الله بنوضح هذه الأشياء كلها. وشكرا. شكرا وتقدير لصاحب السمو ولي الدكتور ناصر بن ابراهيم العثوين. الحديث الان للدكتور رساله الدكتور العربي بن احمد بن حاج، وهو حاصل على الدكتوراه دوله في القانون الخاص، اشتغل رساله في القانون الخاص بلدى كليه الحقوق والعلوم السياسيه بجامعه وطن، مارس مهنه المحاماه، واشتغل رساله في جامعه الملك سعود، وله تعاون مع مدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه ومع المجمع الفقهي الإسلامي لعرف العالم الإسلامي، اشتغل أستاذ القانون لدى جامعة الشارقة كذلك،
له العديد من المؤلفات والأبحاث وأشرف على العديد من رسائل الماجستير ودوحات الدكتوراه. فليتفضل الدكتور مشكورا. وضيفنا هناك 10 دقائق دكتور لو سمحت. 10 دقائق لو سمحت اختصر حتى يكون المجال أوسع للنقاش. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنما الشاكرين والمقدرين لعملك الكلية ولرئاسة هذه المنظومات العلمية البحثية وهذه اللقاءات الشهرية الهامة، وذلك لربط الجامعة بمشاكل المجتمع الحساسة واهتماماته. كما أننا شاكرين ومقدرين للإخوة الضيوف الكرام، سمو الأمير الموقر الرئيس الفخري لجمعية حماية المجتمع، وللدكتور الفاضل ناصر آتوين ومعلوماتهم العملية التطبيقية القيمة. فإن موضوع تدخلنا يا إخوان ينصب على الواقع والمأمول في حماية المستهلك السعودي، مع الإشارة يا إخوان أن هذه الحماية إنما هي حماية نظامية شرعية للمستهلك السعودي، وهي موجودة في الواقع ضمن الضمانات الشرعية التي أقرتها الشريعة الإسلامية منذ عدة قرون، ودورها الفعال في تحقيق هذه الحماية الحقيقية. كما أن حماية المستهلك هي حماية نظامية مصونة أيضا في ظل المبادئ التقليدية العامة، حيث لم تعد هذه الحماية قاصرة على مواجهة سرنية الحرفي أو المهني أو غشه أو خداعه أو احتياله، وإنما اتسعت لتشمل حماية المستهلك في مواجهة تعسف هذا الحرفي في استغلال مركزه الاقتصادي القوي. كما أن الأنظمة السعودية تحمي المستهلك في المعاملات الإلكترونية التي تتم عبر شبكة الإنترنت أو بالوسائل الرقمية أو الذكية. ولهذا يا إخوان نبحث في موضوع الواقع والمأمول في حماية المستهلك السعودي بصورة موجزة ومبسطة من خلال التعرض لأربعة مسائل هامة. أولاً، الضمانات الشرعية لحماية المستهلك السعودي التي هي أصلاً موجودة في الشريعة الإسلامية. ثانيا، الحماية التقليدية للمستهلك السعودي والتي هي موجودة في القانون المدني وخاصة نظرية الالتزام. ثالثا، الحماية الإلكترونية للمستهلك السعودي والتي يجب بصددها نظام التعاملات الإلكترونية السعودي ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية والتي يحمل بين كفتيه الكثير من وسائل الحماية المقررة للمستهلك الإلكتروني. وأخيرا، نتعرض للمأمول في مجال حماية المستهلك. فإننا يا إخوان ونظرا لضيق الوقت كما حدد الأخ المشرف 10 دقائق، ونظرا لأن موضوع مداخلتنا موجود لديكم بين يديكم، فإننا سنقتصر يا إخوان على المطلب الرابع وهو المأمول. يعني كما ذكر الإخوان أعضاء الجمعية أنهم يريدون يعني الاقتراحات ويريدون مسائل يعني المستجدة، وما هي انشغالات مثلا أعضاء الأنظمة وأصحاب القانون. فإن المأمول يا إخوان في مجال حماية المستهلك السعودي ولتحقيق مزيد من التطور في التشريع السعودي المتعلق بحماية المستهلك بصفة عامة ومن باب الإطراء والتحسين والإصلاح، فإننا نرى ضرورة إجراء الإصلاحات التالية. أولا، ضرورة الإسراع بإصدار نظام مستقل ومتكامل بنظام واحد خاص بحماية المستهلك السعودي وقمع الغش التجاري، لتحديد القواعد المطبقة على الأنشطة التجارية وشروط ممارستها النظامية، وتنظيم أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الاستهلاكية من طرف الشركات التجارية، وكذا تحديد قواعد مسؤولية المنتج أو الموزع والحماية الإجرائية للمستهلك. وهذا يكون وفق خطة واضحة مرتبة ترتيبا علميا ومنطقيا وقانونيا، ليس مجرد مواد نظامية متفرقة، وليس مجرد نصوص تنظيمية مختلفة أو متناثرة هنا وهنا، بما يفعل عدم سيطرة المنتج أو المستورد على اقتصاديات العقد يكون ضحيته هو المستهلك السعودي. وضرورة تحرر المنظم من القيود المتشددة التي تتبناها عقود الإدعام. إن الحماية المطلوبة ها هنا لن تكون إلا بالتدخل النظامي بما يراه المنظم السعودي مناسبا في هذا الشأن، بتشريع متوازن ومتميز بالشكل الذي تتحقق فيه الحماية الفعلية للمستهلك السعودي لتحقيق التوازن في العلاقات التعاقدية بين المستهلك وبين المهني أو الحرفي،
وكذا التوازن في توزيع السلع والمنتجات. وعلى كل حال فإن التشريع السعودي لا يزال بطيئا في خصوص حماية المستهلك، حيث سبقته الجمعية السعودية لحماية المستهلك التي تلعب دورا إيجابيا وفعالا في حمايته، وهي مشكورة على ذلك. وقد أصبحت هذه الحماية الشرعية والنظامية مطلبا وطنيا ملحا بالنظر إلى الأضرار والمخاطر الكثيرة المحدقة بالمستهلك السعودي على المستويين المحلي والدولي. ثانيا، ضرورة إعادة النظر في نظام مكافحة الغش التجاري الصادر سنة 1424 هجرية، وهذا حتى يتناسب مع الممارسات التجارية الجديدة والمخالفات المستجدة بالنظر للواقع العمل السعودي، وخاصة تلك التي تمس نظام التسعير والجودة والمواصفات والمقاييس للمنتجات والخدمات المتفق عليها محليا أو دوليا، وهذا لتدعيم آليات قمع التدليس والغش التجاري ومكافحة الاحتكار ومراقبة البيانات والعلامات التجارية وقيود وشروط السلع المستوردة. وقد أصبحت العقوبات التي يحتويها هذا النظام بين دفتيه شكلية أو رمزية لا تفي بأغراض الردع والزجر لحماية المجتمع السعودي من هذه الممارسات التجارية غير المشروعة. ثالثا، إن دور جمعية حماية المستهلك السعودية لا يجب أن يكون من قبيل الدور الاستشاري فقط، بل إن دورها الفعال والإيجابي يستوجب التعاون مع جميع الهيئات المختصة بحماية المستهلك السعودي، وقد أشار إلى ذلك يعني أخونا الدكتور أشرف مشكور. في الحالات التي يحس فيها بالغبن أو الاستغلال أو الضرر، بمعنى أن تكون عنصرا مؤثرا وفعالا لحماية جمهور المستهلكين من المنافسة غير المشروعة والإعلان التجاري المضلل أو الكاذب، بما في ذلك الاحتجاج ضد الممارسات والأنشطة التجارية المخالفة للنزاهة وأخلاقية التجارة وصلاحية التحقيق في حوادث وقضايا الإضرار بالصحة وأموال المستهلك السعودي عن وجود عيب في المنتج. رابعا، إن جمعية حماية المستهلك السعودية يمكنها في سبيل الوصول إلى هذا الهدف اعتماد وسائل الدفاع الشرعية والنظامية لحماية المستهلكين، ومنها على الخصوص التوعية الشاملة والدعاية المضادة كطلب المقاطعة عن شراء منتج معين ضار بسلامتهم وصحتهم وأموالهم بما فيها سلع شركات أجنبية فقدت ثقة المستهلك السعودي، وكذا طلب الامتناع عن دفع ثمن السلعة أو مقابل الخدمة التي حصلوا عليها وغيرها. وهذا يستوجب أيضا ضرورة توزيع صلاحياتها لرفع الدعاوى القضائية النصوص عليها في المادة 5 فقرة 1 من نظام الجمعية، لأن تتوسع صلاحيتها لرفع هذه الدعاوى على المنتجين أو الصانعين أو المستوردين أو البائعين أو الموزعين أو أصحاب الدعاية الكاذبة أو المضللة في حالة إضرارهم بالمستهلك السعودي أو تعريض مصالحه الخطر، وكذا ضد كل من يتلاعب بأسعار السلع الغذائية في السوق السعودية بأن يتسبب في ارتفاعها بقصد إحداث اضطراب في الأسعار. خامسا، إن التحول الاقتصادي والتجاري والاجتماعي الذي تشهده المملكة منذ بداية التسعينيات لم يكن ليمر دون تحول نظامي ملموس، وخاصة فيما يتعلق بنظام المنافسة الصادر سنة 1425 هجرية، الذي وإن كان يهدف للوصول إلى أحسن المنتوجات والخدمات من حيث الجودة والسعر والمقاييس والمواصفات، فإن سياسته التشريعية القائمة على تكريس حرية المنافسة وخدمة المستهلك تظهر في السنوات الأخيرة أن هناك عدم توازن بين الرؤية المنظمة للمنافسة التجارية النزيهة والصادقة والرؤية المتعلقة بالاستهلاك وحماية المستهلك وواقع السوق السعودية الحالية والمناخ الاقتصادي والتجاري الوطني والدولي الذي ما زال يعكر صفوه الكثير من الممارسات التجارية غير المشروعة الضارة بالجو السليم للمنافسة المشروعة والتي تطال حقوق ومصالح المستهلك السعودي بالهدر. سادسا، يستحسن أن يتضمن نظام التعاملات الإلكترونية السعودي نصوصا واضحة وصريحة لحماية وتدعيم حقوق المستهلك الإلكتروني السعودي بالمعاملات الإلكترونية المتعلقة بالسلع والخدمات، وذلك بإبراز حقه في الإعلان والتبصير وحقه في التفكير ورخصته في الرجوع أو العدول عن العقد الإلكتروني، وكذا حمايته من العيوب الخفية والشروط التعسفية
وإغراءات الدعاية الإلكترونية والإعلان التجاري المضلل أو الكاذب عبر الإنترنت، وحمايتها أيضا عند الدفع الإلكتروني، وتحقيق التوازن الموضوعي الكامل بين المستهلك والمهن. سابعا، وحفاظا على مصلحة الأطراف في عقد التجارة الإلكترونية ومنهم المستهلك الإلكتروني بالطبع، فإنه يستحسن تنظيم حقوق هؤلاء الأطراف ضمن مواد خاصة ومتينة، وذلك من حيث تحديد مكان وزمان انعقاد العقد الإلكتروني والقانون الواجب التطبيق، ومن ثم ترتيب أثاره الشرعية والنظامية في مواجهة الأطراف والغير، وإلزام المهني أو الحرفي المحترف بأن يفضي للمستهلك الإلكتروني بحقيقة المبيع بأن تظهر على صفحة الويب جميع البيانات والمعلومات اللازمة عن المنتوج أو الخدمة وطريقة استعماله ومخاطره وضماناته وأشكال الدفع وأجال التسليم وطرق إرجاعه أو إبداله وإرجاع المبلغ، وهذا يكون قبل إبرام أي تعاقد إلكتروني وبدون غش وباللغة الخاصة التي يفهمها المستهلك. ثامنا، ضرورة تحديد شروط وكيفية حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير المشروعة أمام الجهات القضائية، وذلك بتنويع الآليات والأدوات والوسائل النظامية الحقيقية للدفاع عن حقوق المستهلك السعودي، وخاصة ضرورة تطويع وتبسيط وتسهيل قواعد الإجراءات النظامية المتعلقة بالضبط والتحقيق والمحاكمة في جرائم الغش وفي جرائم قمع الغش والتدليس التجاري باليسر والمرونة والسرعة بما يخدم المستهلك السعودي بقوة وفعالية، فإن المستهلك السعودي المضرور بمواجهة المنتج أو الموزع أو المعلن صاحب الدعاية الكاذبة أو المضللة المسلح بموارده المالية والتجارية والاقتصادية والفنية الكبرى أمام العقبات الإجرائية والتنفيذية المكلفة والمعقدة يتردد في أغلب الأحوال في رفع دعاوى التعويض عن الخداع والغش والتدليس فتضيع حقوقه سودا. تاسعا وأخيرا، فإن المطلوب من المنظم السعودي أن ينظم الإعلان التجاري بنصوص نظامية مستقلة ومتينة وواضحة لحماية المستهلك السعودي من الإعلان الكاذب أو المضلل أو الخادع الذي هو في الحقيقة مخالف للنظام العام السعودي وحسن الآداب ومكارم الأخلاق المنصوص عليها شرعا ومبادئ المنافسة المشروعة، وخاصة الإعلانات الإلكترونية في الوسائل الحديثة السمعية أو البصرية أو الاثنين معا المقلقة والمغرية، وهي تتم بالطرق الفورية السريعة شديدة الإغراء، ومن ثم أصبحت مصدرا لخطورة حقيقية على توجيه إرادة المستهلك الإلكتروني السعودي، فإنه يستحسن في هذا المجال من المنظم السعودي ضرورة معاملة الدعاية الكاذبة كجريمة مستقلة على حدة لتعويض المستهلك عن الأضرار الناجمة عنها، ليس فقط باعتبارها ضمن جريمة الغش والتدليس، وليس فقط بوصفها عنصرا احتياليا في جريمة النصب، وإنما كجريمة مستقلة على حدة. وبارك الله فيكم، ونكتفي بهذا القدر يا إخوان نظرا لضيق الوقت والمداخلة الموجودة بين يديكم، يعني فيما يتعلق بحماية المستهلك من الناحية الشرعية وكذا حمايته من النواحي التقليدية المنص عليها في القانون المدني بما فيها الحماية الإلكترونية. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. شكرا كثيرا للدكتور العربي الحاج. الان نبدا نفتح باب المناقشه والاسئله، وعلنا نبدا لو سمحتم للاخوات بشطر الطالبات اذا كان هناك اي سؤال او استفسار. السلام عليكم. في عندنا مداخلة من معالي الدكتورة سوزان قرش. السلام عليكم. بس عندي سؤالين مختصرة. أول واحد، هل الجمعية توافق وأهل لوضع معايير تعتمد على جودة السلع والخدمات؟ واحد. اثنين، ملاحظة الدول الغربية يركزوا على توعية المستهلك. ما هو دور الجمعية في توعية في تقديم برامج دولة مية وربطها بثقافة المجتمع السوري؟ ممكن أسئلة أخرى ولا تأخذ بس؟ لا، ناخذ سؤال. طيب، شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا اثني على كلام سمو الامير ابتداء فيما يتعلق بالدور التوعوي. نحن لسنا جهه تنفيذيه لكن بنلعب دور كبير جدا اخوان من ضمن الاطار البرامج اللي موجوده، ونلعب ايضا دور حقوقي. بس بعلن حقيقه قبل 3 ايام المجلس اقر اعتماد مركز التحكيم والمسانده القضائيه. هذا المركز اخوان حيكون يقوم دور كبير جدا في تبني القضايا. نحن نرفع القضايا للاجهزه الحكوميه المعنيه ونتابعها، لكن اذا تطلب الموضوع قضيه التحكيم والمسانده القضائيه، الجمعيه ايضا عندها مركز من ضمن 19 مركز انشئت، مثل الدكتور عابد ذكر عن الاعلانات، عندنا مركز الاعلانات المضلله. فيما يتعلق بمعايير الجوده، طبعا نحن لدينا اجهزه حكوميه معنيه بهذه بقضايا الجوده، هيئه المواصلات والمقاييس ونظم كثيره جدا لا يسع المجال نتحدث عنها، لكن عندنا علامه الثقه تراست مارك. هذه فعلا لابد ناخذ الجانبين، جانب لاول مره نجمع بين الجوده وبين السعر ايضا الاخلاقي، فايضا هذه موجوده ضمن الفرق العمل الفنيه التي ان شاء الله ستفعلها الجمعيه. دكتور، بس كان في واحده من الاسئله تقول هل الجمعيه لديها كوادر لوضع معيار؟ احنا بالتعاون مع مؤسسه القياس والمواصفات والمقاييس وهيئه الغذاء والدواء نتعاون معهم في هذا الشيء. لما حنا نشوف ان فيه منتج او شيء حنا نرى او نظن ان فيه هذا نرسله لهم، وهم متعاونين معنا جدا في اي شيء حنا نحتاجه، اي شيء حنا نبغاه، حنا ما عندنا الامكانيات ان نضع كوادر فنيه وتقنيه وتحليليه لهذه الاشياء، لكن بالتعاون مع الجمعيتين اللي قلت او المؤسستين يعني الله يجزاهم خير ساعدونا في اكثر من شيء، و هم عندهم الكوادر اللي احنا نقدر نستفيد منها وفتحوا لنا ابوابهم في اي وقت. وشكرا. كما ذكرنا ان تلقينا بعض المنتجات وحلناها لهيئه الغذاء والدواء من جهات خارجيه حتى ابشركم، وفعلا وجدنا تجاوب كبير جدا، وان شاء الله بالمؤمل اذا انشاء هذا المركز المختبر الجوده اللي طرحناه حنكون داعم للاجهزه الحكوميه في كل تكامل وتعاون ان شاء الله. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا لصاحب السمو الملكي لحضوره ومشاركته لنا في هذا التواضع الجميل، وشكرا للدكتور التويم وشكرا للدكتور بلحاري والدكتور الغامدي وسعادة الدكتور حسام العقلي السبب الرئيسي في مثل هذه اللقاءات منذ 6 سنوات. الآن أتت آليات في متابعة المستهلك عن ما كان في الماضي مثل تويتر والفيسبوك وإلى آخره، وهذا اختلف تماما عما كنا في أمريكا مثلا في السبعينات. أذكر حضرت محاضرة أول ما وصلت إلى بورتلاند أوريغون لرالف نادر، توقفت الجامعة بأكملها لحضور ما يقوله السيد رالف نادر عن شركة جي إم وكوكاكولا. يعني كمان يحتاج الصانع إلى نوع من الحماية في إن التويتر والفيسبوك ما يعني تؤذي أو تؤذي سمعته، فما هي المعايير الجديدة التي سيتم تبنيها؟ وشكرا. حنا أكثر حنا طبعا التاجر أو السلعة اللي مضمونة منتجها ممتاز ولا فيها أي غش، هذه تحكي عن نفسها ما يحتاج الجمعية. حنا الجمعية أكثر صوت الناس. حنا نتمنى هالناس اللي في تويتر أو في أي مكان تكتب في هالأماكن، لكن حتى ترسل لنا حنا زي رسالة أو تعالوا ترى فيه هذا المنتج. يعني حنا أكثر ترى مع المستهلك، حنا جمعية حماية المستهلك، منا بجمعية حماية التجار أو يعني من هذا. فحنا بالعكس نرحب في الاخوان اللي يكتبون في اي محل، احنا مع المستهلك، لكن نتمنى انهم يرسلون لنا احنا عشان احنا اذا في احد شاك في منتج او في هذا احنا نتمنى ان نقدر نوضح لهم. فهذا يعني هذا يعني جواب على سؤالك. وانا اشكر الجامعه على تنظيم هذا المؤتمر، هذا شرف لي انا اني اكون هنا وشرف للجمعيه ان يكون في مثل هذا المحفل، وحنا نتمنى في أكثر، يعني حنا ودنا نوصل صوتنا لفئة أكبر من الناس
عن آلية الجمعية هنا في المملكة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة يعني شكر موصول لكافة الأخوة المحاضرين وأيضا بالطبع لصاحب السمو الملكي على حضوره معنا المستهلك. هل هو على سبيل المثال وجود تقرير سنوي؟ هل هو استخدام الإعلام لإيصال صوت هذا المواطن؟ هل هو رفع التقرير إلى صاحب القرار؟ يعني ما هي الأدوات اللي أنتم تستخدمونها؟ وأيضا أشكركم مرة أخرى. تفضل. أيوة دكتور، لو سمحت عندي سؤال. أولا أرحب بالحضور على رأس سمو الأمير محمد بن سعود، سعادة الدكتور ناصر، سعادة الدكتور بلحاج، على العرض صراحة المفيد وعلى الحضور الكرام. سؤالي صراحة، طالما إحنا بنتكلم عن حماية المستهلك، إحنا بنلاحظ، وأنا من الناس اللي لاحظت الشيء، بتنزل الأسواق منتجات واضح بعد لأول مرة يشتريها المستهلك واضح إن هي فيها غش، يعني ما يختلف عليه اثنان. طيب هنا نقول ما دور هيئة المواصفات والمقاييس السعودية؟ ما دور جمعية حماية المستهلك؟ كيف ممكن إنه تمر بدون ما يكون عملية أخذ عينة أو الكشف عليها؟ يعني من الأشياء اللي أنا اشتريتها يمكن من فترة طويلة نزلت في السوق، وكان أي نعم هي السعر كان رخيص 25 ريال، قطع حديدية عادية، كانوا أوهموا الناس نزلوها فترة رمضان، وأوهموا الناس إنه لو أخذت الست اللي دائما في السوق عشان تشتري أغراض العيد، وطبعا عشان تبغى تسوي السحور ترجع تبغى شيء يفك لها الثلج من اللحم ومن الدجاج المجمد. الناس اشترت بكثرة هذه الأشياء، وأنا من الناس اللي اشتريت منها 4، وعلى أساس تطلع قطعة اللحمة وتحط عليها قال إنها تذوب في ربع ساعة. طبعا اشتريت 4 ورجعت اشتريت مرة ثانية، كله قلت يمكن في معي سلعة معي، طلع إنه كله غش وتدليس. سؤالي إيش دور هيئة المواصفات والمقاييس وأيضا يعني جمعية حماية المستهلك بإنه تمنع نزول الأسواق سلع من دانو؟ لأن نعرف في شركات تنزل بأسماء وهمية وتنزل منتجات عشان تكسب كاش بسرعة، يكون عندها مثلا عجز مالي وتخرج من السوق. كيف ممكن تمر وكيف ما نتبعها؟ وشكرا لكم. أول شيء شكرا على السؤال. دور هيئة المواصفات والمقاييس هذا هم المفروض يجاوبون عليه، ما هو بحنا. اللي أقدر أجاوب دور الجمعية أنه زي ما أنت الحين اشتكيتي على هذا المنتج اللي قلتي وشريتي منه 4، حنا دورنا والمفروض الآلية اللي كانت تصير أنه ترسل للجمعية أنه فيه هذا المنتج كذا وكذا وكذا، فيه الأضرار الفلانية أو مغشوش أو هذا. حنا نحاول نروح للجهات المعنية من وزارة التجارة إلى هيئة الغذاء والدواء إلى هيئة المواصفات والمقاييس، نبلغهم بهذا الشيء. هذا اللي نقدر حنا نسويه، نقدر نوعي العالم، نقدر في قناة المستهلك، في الموقع، في نعلم في الجرائد عن هذا المنتج. هذا اللي نقدر نسويه، وهذه الصلاحيات اللي عندنا. وثقافة عندنا بعد في المجتمع، ثقافة ان كل واحد دائم يحاول ياخذ الارخص بدال ما يشوف المواصفات اللي فيها. فحنا نتمنى نقدر في الفترة الجاية نحاول نغير هالثقافة. ما نمستنين لما ثقافة المجتمع تتغير، احنا بنحاول نبادر ان نغيرها، وان شاء الله يوفقنا ان نقدر. لكن انا اقدر اعطيكم دور الجمعية، لكن دور الهيئة هذا إذا صار في سؤال للهيئة يتوجه لها. أنا دكتور سمو الأمير، هو كما ذكر سمو الأمير، في الآن الجمعية فيما يسمى هناك دليل المستهلك. هذا الدليل إن طبعاً هنعطي ثقافة ومعلومة للمستهلك عندما يحدث هناك ضرر أو غش لمن يتصل، لأنه لو الدواء نعلمه عندنا الموقع ممكن يشكو مباشرة أو يشكي عن طريق بوابة الجمعية وعن طريق مؤشر رضا نتابع مدى تجاوب هيئة الغذاء والدواء. إذا كان المشكلة يتعلق باللحوم إلى آخره، نقول مستهلك روح اشكي البلديات و940 التصاميم، وهذا موقعهم، شكوى تروح البلدية وشكوى تروحنا، تسجل هذه الشكوى ونحن نتابع. إذا كان يتعلق بالمواصفات على دورها تشريعي، فبالتالي موجود عند الأستاذ مهندس إبراهيم خليفة، هو مسؤول كبير في الهيئة، يقدر يجاوب على السؤال.
لكن تختلف الجهات. نحن بدورنا يا إما المستهلك يتواصل مباشرة مع الجهة المعنية اختصارا الوقت، إذا لم يعرف الآن عند دليل المستهلك نعطيه المعلومة كاملة ونتابع القضية، إذا لم تحل قضية نحن نتبنى القضية، لأنه لا يمكن أن نتحمل مسؤولية عدة قطاعات وأجهزة ميزانية بالملايين ولا عدة سنوات، لكن دورنا أن أيضا نتبنى القضايا إذا لم تحل. فبالتالي عندنا عندنا الآن نظام أيضا نحن نساعد الأجهزة الحكومية اسمه آمن وفاسد، مجرد حتى الحرارة ذكرت الأخت في قضايا الآن لشلون اللحوم والآخرين المثلجة الآخرين، عندنا برنامج إن شاء الله شغالين عليه، مجرد ما يتعفن أو يبدأ يكون غير صالح تنقلب كلمة من آمن إلى فاسد. إن شاء الله سترى النور قريبا جدا، هذا النظام يمكن مفاجأة جميلة وشغالين عليه إن شاء الله. سنساعد الأجهزة الحكومية ونعمم البلديات أنها تطبق مثل هذه الأنظمة، لأن كما ذكر سمو الأمير إمكانياتنا محدودة، دورنا توعوي، دورنا نتقبل ونتابع القضايا. ما في تعليق عليك من مواصلات مقاييس أو مسيدات في تعليق؟ طيب سلام، لكن عندي دكتورة بتعلق على موضوع إنه طيب لو سمحتي لو سمحتي يا أخي، بس في تعليق على السؤال هذا، نفس السؤال هذا، وبعد كده نرجع لكم إن شاء الله. لحظة تفضلي. شكرا جزيلا إبراهيم، ضيف العام المطابق على ضحية المواصلات الإسرائيلية وعضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك. أنا الحقيقة بجاوب الشقين أو القبعتين، قبعة حماية المستهلك الجمعية وقبعة هيئة المواصلات المقاييس. بالنسبة لجمعية حماية المستهلك زي ما تفضل سمو الأمير الدكتور ناصر، الجمعية هي الأساس، يعني أنشئت لإيصال صوت المستهلك إلى الجهات المسؤولة الرقابية وأيضا متابعتها في هذه النقطة. إضافة إلى ذلك التركيز على نشر التوعية فيما يخص المستهلك، وهذا مهم جدا، وهذا العمل الأساسي الآن قائمين فيه، وزي ما تفضل الدكتور ناصر في عدة قنوات يعني بدأنا بها بدينا ننفذها سواء في البرامج أو في البرامج التوعوية فيما يخص يعني قناة المستهلك والرسائل الآن اللي نبثها سواء بالجوالات وخلافه. والحقيقة يعني سمو الأمير وباقي أعضاء مجلس الإدارة مهتمين تماما في قضية أنه الرقي في هذه الجمعية، ولكن لابد أن تعطونا وقت معين حتى نبدأ في هذا. زي ما تفضل سمو الأمير العمل الفعلي للجمعية من 6 أشهر فقط، وواجهنا الحقيقة عدة أمور طبعا شرحها طول العمر في السابق. فيما يخص هيئة المواصلات والمقاييس لما تفضلت الأخت سالك، هناك 3 جهات أساسية رقابية في البلد يجب أن نفهمها: وزارة التجارة والصناعة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة الغذاء والدواء فيما يخص القروية. هذه الجهات 3 هي المسؤولة عن الضبط القضائي ومراقبة الأسواق في المملكة، وأيضا بالنسبة للاستيراد يضاف لها مصلحة الجمارك. فيما يخص المواصلات، المواصلات القياسية أو هيئة المواصلات ليست جهة رقابية 100%، إنما هي جهة تساعد على موضوع الرقابة. إحنا نصدر المواصلات، أصدر حوالي 26,000 مواصلة حتى الآن، أصدرت أنظمة متخصصة بالجودة والمطابقة والتطبيق، أصدرت أمور كثيرة لها علاقة في حماية المستهلك، ولكن في قضية مراقبة الأسواق لابد يكون هناك تعاون مع الجهات الأساسية المنصوص عليها بنظام مكافحة الغش التجاري اللي أشار له الدكتور العربي، منظمة بشراء عام 1424، والآن بس للمعلومية طور وأصبح نظام مكافحة الغش التجاري في دول مجلس التعاون، وانتهت الدراسة فيه، والآن هي مرفوعة للنقاش للقادة إن شاء الله، وزيدت فيه أيضا العقوبات ويعني أمور كثيرة حتى تساعد. شكرا. تعقيب. طيب تفضل. تعقيب من كان في تعقيب من طيب بالنسبه لل كان في تعقيب لدى الاخوات في شكل الطالبات. ايوه لو تكرمت يا دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك دكتور امال عوض من قسم المحاسبه يا فندم. هو بس حضرتك احنا دلوقتي كمستهلك ما عندناش وسيله ان احنا نوصل للجمعيه، فهي عمليه ان انا ازاي اوصل للجمعيه عشان احمي حقوقي اللي انا مفروض الجمعية بتجيبها لي،
ازاي اقدر اوصل لو انا زي ما الدكتوره نجاح كده قالت لنا انا قمت بعمليه الغش في بالي في حاجه اللي اشتريتها او السلعه المنتج اللي اشتريته ده، ازاي اقدر اوصل لكم عشان ابلغكم؟ عمليه مهمه جدا عشان انت تقدر تقوم بدورك. شكرا. كجمعيه فهو بس احنا بنطلب ان عمليه التوعيه يكون معانا كمان اجراء او اداء من الجمعيه ان هي تعمل عمليه نشر الارقام تليفوناتها، نشر للناس اللي هم هيمسكوا او هيجيبوا لنا حقوقنا. طيب شكرا. شكرا يا فندم. احنا موجود في موقع الجمعيه، في موقع الجمعيه لو في احد حقات البحث تكتبين جمعية حماية المستهلك السعودية يطلع لك الموقع وفيه الأرقام وفيه الإيميل للتواصل. يمكن حنا فيه تقصير بسيط من ناحية الإعلان عن الأرقام وهذا، لكن زي ما نرجع نقول حنا ترى ميزانيتنا محدودة جدا، يعني نشيل من هذا ونحط في هذا ونحاول نمشي هذا ونحط هنا. فلكن حنا شكرا على هذا التوضيح وهذا الرأي، وإن شاء الله حنا يعني احنا نتمنى ان بس هذا التفاعل، يعني احنا الحين عرفنا ان ما فيه او ما في اعلانات او قليله الاعلانات، فاحنا بنحاول نركز على هالجانب. وشكرا على السؤال. تفضل. السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام. دكتور خالد عبد الرحمن بسام قسم الاقتصاد. انا عندي بس اشياء بحب انوه عليها. انا المملكه تعاني من عدم كمال الاسواق، بمعنى اخر عدم توفر شروط المناقشه الكامله في الكثير من الاسواق، وهذا معناه ان هنالك نزعات احتكاريه في كثير من اسواقنا تسبب ارتفاع هائل في السلع، يعتبر هذا مصدر من المصادر الداخليه للتضخم في المملكه. هذا واحد. الوكالات بشكل عام هي شكل من اشكال الاحتكار. احنا عندنا كثير من الوكالات، الادويه على سبيل المثال 6 أو 5 وكالات فقط. هذا طبعا شكل من اشكال الاحتكار ايضا. في نقطه هنا، هل هنالك تقسيمات واضحه للسلع من خلال كونها ضروريه او شبه كماليه او كماليه؟ وهذا معناه راح ارفقه في سؤال اخر اللي هو هل هنالك رقم قياسي اعد من قبل الهيئه لتكاليف المعيشه؟ لاني انا بالنسبه لي لا اؤمن بالرقم القياسي اللي يطلع من مؤسسه النفط او من مصلحه الاحصاءات العامه. هذا سؤال. ايضا لماذا لا تدفع جمعيه حمايه المستهلك بتاسيس جمعيات تعاونيه استهلاكيه؟ بنش مارك للأسعار، وهذا موجود في أغلب دول الخليج. وشكرا جزيلا. مش يعني ما شاء الله أنت خذيت عدد من الأسئلة، والشيء الوحيد اللي يخص الجمعية هو تأسيس جمعيات. حنا الحين يلا تأسسنا حنا بكبرنا، فتأسيس جمعيات زيادة عطنا وقت لما نخلص. لا بس على المؤاخذة الله يطول عمرك. بس مراقبة الأسواق هذه من مهام الجمعية. حنا إيه ما عليك، حنا نراقب الأسواق، حنا نراقبها، لكن حنا يعني حنا ما لنا جهة حنا أقصد إن حنا ناخذ صوت المواطن ونحاول نراقب بالإمكانيات اللي عندنا، لكن إذا كان حنا لا المواطنين يعلمونا وحنا يعني إمكانياتنا ضعيفة، يعني حنا نعتمد عليهم في إيصال المعلومة، فهذا هو يعني. لكن مثلا أنت سألتني عن شروط المنافسة، هذه المفروض يعني تسأل فيها وزارة التجارة والصناعة أو وزارة التجارة. الاحتكار هذا بعد شيء يسألونهم، إحنا ما نقدر نقول والله لا تحتكرون أو نفرض على قطاع معين ما يحتكر، هذه مسؤولة وزارات ما هي مسؤوليتنا إحنا. مسألتك لا تؤمن بالإحصائيات وهذا اللي تطلع، هذا رأيك الشخصي يعني. نعم. ما نقدر حنا نسوي عمل وزارة التخطيط أو الإحصائيات وهذا، لكن مسألة أنك ما تؤمن في هذا شيء يعني أتمنى أنه ما يكون منتشر أو هذا، بصفتي يعني مواطن سعودي مو بصفتي أي شيء ثاني يعني. بس ممكن أضيفها.
انا خليني بس بعلق على اضافه بذكر سمو الامير الله يحفظه. طبعا الاخت اللي سالت الجميع فعلا كما تسالوا الامير متواجد في موقع الكتروني ان شاء الله فرع جده موجود حيكون عده فروع لكن ممكن الواحد يتواجد معنا. ان تلقينا في 6 شهور اللي مضت اكثر من تقريبا 1800 شكوى واستعلام حلينا تقريبا من 70-80% يعني اللي حلنا نجي المختصه اللي عالجناه اللي توسط ابشركم. فبالتالي حتى من في الرياض في شكاوى جتنا من خارج منطقه الرياض مناطق المملكه المغربيه وعالجناها. فيما يتعلق بقضيه عدم شروط المنافسه فعلا هناك احتكار هناك امتيازات. نحن في الجمعيه ايضا كتبنا وخاطبنا الاجهزه الحكوميه المعنيه بهذا الخصوص وفي اشاره تمت فتح الاستيراد الاسمنت يا اخوان تم عن طريق بمبادره من الجمعيه. منع اجهاض زياده المياه تم عن طريق الجمعيه. قضيه الغاء رسوم في المطاعم ايضا هذه مبادره من الجمعيه. قضيه الاستعلامات الحراريه في عندنا ايضا النظام الموحد الخليجي الان مشروع ايضا كان لنا انبوت قوي جدا في الجمعيه. بالنسبه لانواع السلع هي محدده الحقيقه وزاره التجاره في انظمه عندها قضيه كبح جماح الاسعار وتثبيتها في احكام التنظيم التمويل في الحالات الغير عاديه. نحن طالبنا وزاره التجاره فيما يتعلق ايضا في بعض السلع وتدخلت الوزاره ابشركم يعني المؤشر الاسعار في مؤشر اسعار ذكي انا اتفق معك بعض المؤشرات عندنا غير دقيقه فنحن عندنا مؤشر اسعار ذكي عندنا البرامج عندنا الدراسه لكن اذا نتكلم عن 5 مليون يا اخوان عندنا فروع عندنا ما عندنا 20 موظف كيف نستطيع دورنا نركز على جانب التوعوي الان لسنا جهه تنفيذيه. فيما يتعلق بالجمعيات التعاونيه يا اخوان عندنا دراسه على الجمعيات التعاونيه اهميتها هناك دراسه متكامله بحكم اني كنت رئيس الجمعيات التعاونيه ورئيس الاعمال الملك سعود ومتخصص في الجمعيات التعاونيه في العالم. هذا كتاب كل دول العالم يا اخوان جبنا امثله من امريكا والصين واليابان وايضا دعينا الوفد الصيني كلها موجوده ورفعناها للجهات المختصه والجمعيات التعاونيه. انا اقولها بكل صراحه اذا ما يكون عندنا هيئه عامه للتعاونيات وحمايه المستهلك اذا الاجهزه هذه المؤسسات مش معموله تحت انظمه بيروقراطيه لن تتوقع الكثير. اخر شيء مراقبه الاسواق يعني لنا كما ذكرنا 20 شخص كيف نراقب الاسواق يعني الاجهزه حكومه البلديات عندها الاف الموظفين ومو قادره تلحق التجاره عندها ايضا عشرات الالاف. طبعا المراقبين قادم الحرمين الشيخين الله يحفظه دعم وزاره التجاره في القرار المعروف 1/78 ب 500 مراقب وهيئه الغذاء والدواء اللي مراقبين يعني في الجهات الاخرى فان مو صلاحياتنا اصلا لو رحت لاي جهه تراقب يقول ايش دخلك سويناها يا اخوان عند مركز الرقابه الميداني لان ما عندنا صلاحيات تنفيذيه فبالتالي لابد الناس يعرفوا ان حدودنا الجانب التوعوي مركزين عليه وبدينا نطلع عن دورنا بدور الحقيقه الاجهزه الحكوميه تقول وحتى مثل الاشخاص يقول ايش دخلكم يعني لكن ان شاء الله مؤمنين ان شاء الله سنستطيع ان نحدث الفرق ان شاء الله. شكرا. بقى الى سؤالين راح ناخذ سؤال بكرم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور حبيب الله الثاني مدير اقتصاد الدار قصه التسويق. صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سعود الحقيقه يعني نحن تابعنا جهد سموكم الكريم في دعم هذه الجمعيه وظهرت على واقعنا الملموس اليوم ونحن اليوم الحقيقه سعداء بوجود سموكم الكريم وهذا الطرح الجيد الحقيقه والمثري لثقافه المستهلك السعودي. الحقيقه سمو الامير نقطتين اولا جامعه الملك عبد العزيز تبنت مشروع كراسي علميه والحقيقه في كليه الاقتصاد والاداره تحديدا قسم التسويق فكر قسم التسويق انشاء كرسي علمي بعنوان حمايه المستهلك بالفكر الاسلامي. ما هو دور سموكم الكريم كمشرف على رئيس فخري لحمايه المستهلك في دعم هذه الفكره حتى يمكن ان يكون لهذا الكرسي العلمي اثر في خدمه الابحاث العلميه التي تثري ثقافه المستهلك علميا. النقطة الثانية سمو الأمير حقيقة يعني سمعنا كثير من الأمور المرتبطة بدعم الجمعية وكان هناك في قرارات وزارية تفرض على الغرفة التجارية مثلا أن تدعم جزء من دخلها لدعم الجمعيات مالية. فما هو رأي سموكم في أو رسالتكم للقطاع الخاص في دعم هذا الأمر لأن الأمر الحقيقي يرتبط بالمسؤولية الاجتماعية فكلنا مسؤولون وشعار الجمعيه هي جمعيه الجميع. شكرا سمو الامير. شكرا. احنا في ان شاء الله الجمعيه تعزم
إن شاء الله أنها تطلق كرسي الأمير نايف لحماية المستهلك. إحنا لسه جالسين نبحث في هالأمور يعني، بس أنت بادرت فيها قبل، وإن شاء الله بيصير على يعني على الواقع إن شاء الله قريب. من ناحية أو زي ما قلت، الغرف التجارية كان في الأمر إنه في جزء من دخلها يدخل كميزانية لحماية المستهلك. حنا ما لقينا تجاوب من بعض، ما أقول كل، أقول بعض، وإن شاء الله بعض القلة من الغرف التجارية ما نفذت هذا الأمر، وحنا نتمنى من أي دعم بسيط هذا بيوفر لنا أشياء كثيرة. فحنا نتمنى من الغرف التجارية التعاون معنا، لأن حنا في الأساس نحميهم هم ونحمي يعني عملهم، فنتمنى منهم الدعم في المستقبل إن شاء الله. تفضل. السلام عليكم. ولي نائب السيري قسم السياسية المشرف على ماجستير السياسة العامة. في الحقيقة يكون في عمل نتيجة، وأحسن سمو يعني في البداية وضح في الحقيقة طريقة الرجل. سمعنا ناصر كان لا ما زالت في البداية ومحمد، لكن في حقيقة يجب أن ما وما نستطيع أن نتجاوزها هي أن في أمال كبيرة، يعني العنوان عريض حتى الجنوب، الأمال كبيرة على هي حماية المستهلك. ويمكن أنتم شفتوا اللوم عن وزارة التجارة وبعض الجهات الأخرى، لأن المستهلك حائل، يقول وين الجمعية؟ ما أعرف وين وزارة التجارة، فالله يعينكم. بس أنا عندي اهتمام إنه يعني سمعت مبادرات وإشارات كثيرة لكثير من العمل، بينما إن كانت الحقيقة كما يبدو لا تتوازن مع هذه المبادرات والأفكار الجيدة والمطلوبة، فيجب إنه يعني أنا ما أدري كان يتجديد، يعني يجب يمكن أو أتصور أنه مو يجب إنه نحرص في عملية إنه ما نعلن عن شيء أو كذا إلا يكون لمس مواطن على أرض الواقع الثانية التنفيذ. سمو الأمير، يمكن الجامعات قد تكون وسيلة سهلة للتعاون معها في إيجاد فروع للجمعية طالبا ميزانية من كانت محدودة كبداية، يعني لأن الجامعات منتشرة في كل مناطق المملكة، وقد يكون في عند أعضائها تجهيز أو عندهم قابلية أنهم يعملون في عمل تطوعي نبيل جسدي تقومون فيه. يعني هذا تعليق الحرص على هذا التواجد، نسمع كثير من الدعاية بينما الحقيقة إنه ما زال الأمور في البداية. سؤال ثاني ولا أنا أشكر حقيقة على السؤال. فعلا هو الجمعية حملت أكثر ما تحتمل بهذا المسمى، حتى معظم جمعيات حماية المستهلك ما تسمى حماية، جمعية المستهلك، حتى المنظمة الدولية للمستهلك، يعني قضية حماية، وبالتالي أصبح هناك خلط بينه وبين وكالة وزارة شؤون المستهلك، وزارة سميت شؤون المستهلك، فبالتالي هذا الخلط حمل الجمعية أشياء أكثر ما تحتمل، لكن هي ضريبة الحقيقة لازم تحملها. فبالتالي وهذا مسؤولية عدة قطاعات حماية المستهلك، كل القطاعات يا إخوان في شراكة سداسية، سمو الأمير له مقالة جميلة جدا، الشراكة السداسية يعني القضية تبدأ من المؤسسات الدولية المعنية بحماية المستهلك، مؤسسات المجتمع المدني، التاجر، القطاع الخاص، المستهلك نفسه هو الخط الدفاع الأول والأخير، مؤسسات التنشئة الاجتماعية، وأيضا المؤسسات يسمونها الإعلامية، لابد في شراكة بين هذه الجهات. النقطة الثانية قضية الأحلام، نحن عندنا أحلام كبيرة، لابد يكون دائما يا إخواني الإنجازات العظيمة، درسنا تطور شعوب الأمم والإنجازات، دائما إذا يكون عندك أحلام كبيرة جدا، طموحات كبيرة، هذا مفتاح إنك عندك رؤية وتعرف أين تسير، فهذه الخطط يجب أن نرسمها حتى لو كانت قليلة، لكن يجي غيرنا يعرف إنه هذه البنية التحتية الفكرية والاستراتيجية والهوية البصرية والبرامج والمشاريع موجودة، فبالتالي حنريح من يأتي ببعدها. فالقضية قضية مسؤولية أخلاقية أخذناها على هذا البعد، وبالتالي إن شاء الله نحن متفائلين شيء كثير، ولن نعدم حقيقة الدعم مع وجود سمو هذا الأمير النبيل الشاب، إن شاء الله دعمكم سنجد الدعم الكبير وستشوفوا نتائج إن شاء الله على الواقع. بس تعقيبا على كلام، احنا عندنا آمال، و دائم آمالنا كبيرة، يعني احنا صح ان عندنا مبادرات كثيرة، وهذه كلها اشياء تراها
يعني نحاول احنا ندرس اكثر الاشياء ونشوف اللي نقدر نطبقه. امالنا كبيره، احنا نتمنى انه يعني او نقول نتمنى انه يجينا الدعم ان نقدر نكمل هذه، لكن احنا ما نقدر بعد نقعد في 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 على نفسنا ونقول احنا ما عندنا دعم، احنا منا مسوين الا كذا. هذا بيصير ما عندنا مشتغلين، فلازم يصير عندنا امال ونتمنى ونتطلع. زي ما قال الدكتور انا ما ودي اسميها احلام، ودي اسميها امال. الامل اقرب للواقع ان شاء الله انه يصير. انت سألت عن ان اللوم كله جاء على الجمعية اكثر من الوزارة، وهذا هذا شيء يتشكر. عشان كذا في الفترة اللي احنا اول ما بدينا احنا لنا 6 شهور في الفترة نحاول نعطي البرامج وهذا، شفنا ان كثير من الناس صارت تحط اللوم علينا في شغل الوزارة او شغل الجمعيات او الهيئات الثانية. بس في اخر فترة تشوف توجه الجمعية كثير في اعلاناتها، في مقابلات دكتور ناصر اعلاميا، وانا كنت محرص انه يطلع كثير، ترى احنا جهة بس نراقب ونعلم. ترى في كل لقاء اول ما بديت كلمتي قلت هالكلمة، لان صدق في بدايتنا نحط علينا لوم كبير، احنا منا بقد هاللوم، احنا منا بوزارة او منا بهذا. احنا الحين تبنينا بعد بعض المشاريع اللي ممكن يعني تجيب دخل للجمعية، عشان نحاول بعد نرفع راس مالنا. احنا منا معتمدين على جهة معينة، احنا نحاول في ذاتنا ان نبدا مشاريع ونطلق مشاريع انها يصير فيها عائد للجمعية نقدر نستفيد منه. والجامعات انا بالعكس ارحب، احنا نستفيد من دكاترة الجامعات، نستفيد من اي رأي، نستفيد بالمشاركة. هذه جمعية ما هي محدودة على كم شخص، في اي وقت اللي حاب يجي يناقش يحكي احنا ابد مفتوحة ابوابنا في اي وقت. وشكرا. تفضل. عبد الله نصير، عضو هيئة التدريس في قسم إدارة الأعمال. الواقع والمعمول، الواقع أننا سعيدين جدا برؤية هذا الحراك المجتمعي النبيل الذي يحاول يخدم المجتمع. شكرا لكم جميعا على عملكم وعلى إتاحة الفرصة لنا في الحوار الشيق هذا الجميل وطروحاتكم النبيلة. الواقع بيقول أنه تحديات كبيرة، وأنكم أنتم جمعية استشارية إلى حد كبير، وأن التحديات كبيرة. ألا ترى سموكم الكريم أن المأمول هو إيجاد حراك اجتماعي أكبر ومساند دعوي أدفوكاسي لمساندة القضية الكبيرة وهي المستهلك بكل قضايا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لو سمحت الدكتور ناصر أشار وركز على المعايير، ولاحظنا أن هذه المعايير مرتبطة بالجوانب التنظيمية للمنتج والاستخدام الشخصي للمستهلك. ألا ترى أن هناك حاجة إلى محاكاة معايير استراتيجية مرتبطة بالمحرك الاقتصادي؟ وزارة المالية البنوك هي المحرك الأساسي لتوجيه الكواليتي الجودة. هل هناك تضارب في هذا الشيء عندما يدعم إنشاء مشروبات غازية ثم تأتي الجمعية وتقول يا جماعة لا تستهلكوا المشروبات الغذائية؟ ألا ترى أن هناك حاجة لمحاكاة المصدر والمحرك للأسس لكيفية حماية المستهلك؟ شكرا للجميع. أشكرك على السؤال. احنا نتأمل طبعا من الحراك الاجتماعي، عشان كذا احنا بعد نعلن كثير ان نتمنى المستهلكين نفسهم هم اللي يعني الناس تجي تحاكي معنا. هذا بالنسبة لي يعتبر حراك اجتماعي، يعتبر دعم اجتماعي لنا. يعني لما احنا في زي ما قال الدكتور ناصر عندنا من بدينا حوالي 1800 شكوى، يعني احنا نتمنى اكثر، لكن على امكانياتنا الان بعد يعني احنا نتمنى الدعم الاجتماعي، لكن ناخذ من كل شيء شوي. الحين نبغى منها الدعم الاجتماعي، نبغى دعم معنوي اكثر، دعم مالي طبعا نحتاجه. في اخر السؤال، انت كنت على المشروبات الغازيه وهذا، ان المفروض ترجع للاساس. احنا نقدر ننصح، يعني ما حد ما هو بشيء ممنوع مثلا او مثل شيء ضار او شيء اقصد يعني ضار انه المفروض يمنع، لكن حنا نشوف او بحسب هذا ان فيها ضرر على المجتمع، فحنا نحاول يعني
طرق أو أخرى. يعني إحنا مهما كان عندنا رسالة حماية المستهلك، فنحاول نحميه مو بس من ما إن شاء الله يعني يبعد عن كل واحد إنه شيء يقتل أو شيء يضر بصحته، أو بعدين حتى الشيء اللي في منه ضرر بسيط نحاول نحميه منه. بضيف في الحكي بالنسبة للجمعية، نحن نتبنى ما يسمى بالمحاكاة المعيارية، نحن لا ننسى المعايير، لكن المحاكاة المعيارية اللي بالسفير من تجارب الدول التي سبقتنا. إذا تتكلم عن الكيدز ميل، وجبات الأطفال التي حرمت في كثير من دول العالم أنه يباع معها الحقيقة مشروعات غازية، فنحن هنا تبنينا مبادرة، أنا طلبنا من رجال الأعمال يتجاوبوا مع هذه المبادرة. وأين المسؤولية الاجتماعية؟ المسؤولية الاجتماعية على شقين، إيجابي وسلبي. السلبي على الأقل ما تضر المجتمع، سواء في البيئة سواء في الأسعار إلى آخره. يعني أنا الآن نركز على الأسف، وهذا الأخوان المتخصصين في المسؤولية الاجتماعية متخصص فيها، شاركت في 26000، يجب أن نركز على حتى الآن مش القضية يعطونا يسمونها بي آر، إنما لا تحتاج بي آر. خلونا يا أخوان ركز نعيد بناء المسؤولية الاجتماعية، إن هؤلاء المعنيين والمطاعم والإلى آخره والمستوردين إن نركز على عدم إضرار المجتمع بيئيا غذائيا إلى آخره. أطفالنا، نتكلم أطفالنا، المشروبات الغازية يشربونها يا أخوان، يعني تعرفون هشاشة العظام نمبر 1 في العالم في هشاشة العظام وكثير من الأمراض، يعني كيف تتوقع؟ هذا فيما يتعلق. الشيء الثاني، المستهلك كما ذكر سمو الأمير عليه مسؤولية. أنا أعتقد المستهلك عليه لازم يعرف أربع أشياء. المستهلك دائما أحيانا نلوم التجار ونلوم إلى آخره، يجب أن نلوم أنفسنا في أربع أشياء. لازم المستهلك يعرف الحقوق والمخاطر هو بنفسه، لابد يكون متفاعل أيضا، متجاوب مع رئيس الحكومة، يبلغ ما يكون سلبي، لابد يكون هو يرشد. أنا قلت لكم إن من أكثر البلدان العام استنزافا للموارد عندنا يا إخوان. بعدين الشيء الرابع هو مقاطعة الغلاء بالاستغناء. يعني عمر الخطاب رضي الله عنه سنة عندما أتوش تكون من غلاء الحمد لله أنتم مرخصون. يعني الدولة لو تحط في كل شارع جندي ما تقدر إخوان. فنحن يجب أيضا يجب أن تجمع من ذاتنا من أنفسنا ويكون شيء جمع. شكرا. سؤال أخير طبعا. السلام عليكم. سمو الأمير، أسعد الله صباحك، وحقيقة سعيدين بتواجد معكم في هذا اللقاء، ونبارك حقيقة لجمعية حماية المستهلك خروجها من نفق من هو الرئيس والإشكاليات التي حدثت في فترة من الفترات التي حققت حقيقة سببت لنا صدمة كمواطنين ومستهلكين. أنا حقيقة أثني على يعني اختيار سعد الدكتور ناصر، هو رجل مجتهد، أنا أعرفه شخصيا، كان له دور بارز وكبير، ونسأل الله له التوفيق. أنا من الناس اللي لما أنشئت الجمعية تفائلت كثيرا، لكن عندما بلغني أنه دور جمعية حماية المستهلك هو دور توعوي صدمت صدمة كأي مواطن، لأن كنا نعتقد حقيقة أنه لابد أن يكون دور هذه الجمعية دور تنفيذي رقابي تنفيذي، لكن ما علينا، نحن نتعامل الآن مع الواقع. جزئية مهمة الآن، أنتم تقولون نحن دورنا توعوي، طب بعد التوعية وعيتوا الناس في الأسعار، وعيتوا الناس في كل الأشياء التي يحتاجوها، بعد كذا الناس يعني تريد أن تلجأ إلى القضاء، تريد أن تشتكي المغامين المفسدين في الأرض من تجار وغيرهم. ألا تعتقد سمو الأمير أنه من ضمن النشرات التي لابد يعني أن تخرج من جمعية نشر للمواطنين توضح خطوات عملية للجوء المواطن إلى القضاء، تعطيني ما هي المواد بجميع التشريعات الموجودة التي تحميني أنا كمستهلك، ثم تبين لي جهات التقاضي في المملكة العربية السعودية. أنتم تقولون نحن لدينا 20 موظف فقط، وتحدث سعادة الدكتور ناصر عن المسؤولية الاجتماعية، كان الأولى أن تعقد نوع من الشراكات مع مثلاً جمعية المحامين. تعالوا يا محامين، من ضمن مسؤوليتكم الاجتماعية أنكم تترافعون في القضايا التي تأتينا، لأنه بعد كذا أنا أعتقد أن كل بيت سعودي لديه القدرة أو الخبرة في قضايا المستهلك، أنه هذا ينفع وهذا ما ينفع وهذا جنك فود. بعدين أنا أريد يعني أريد أن أرفع قضايا، أنا أجد أنه هذا التاجر مغالي، هذا التاجر مفسد، هذا أنتم تدعموني تقول إن هناك في مركز الإسناد، مركز الإسناد كيف مركز الإسناد يشتغل 20 موظف؟ كيف راح تسندون تقريبا أكثر من 24 مليون مواطن؟
فلو عقدتوا نوع من الشراكات مع جمعيات المحامين بحيث انهم يدعموكم في الترافق في القضايا، وعملتم بروشور معين يوضح ما هي التشريعات في المملكه العربيه السعوديه التي تحمي الحقوق السالك، وبالتالي ما هي الجهات التي يمكن الالجا اليها، انا اعتقد ان هذه خطوه جباره. أشكرك على هذا السؤال، وهذه الآراء اللي احنا نحتاجها في الجمعية، يعني نحتاج الآراء اللي بتبني الجمعية مو بالآراء السلبية، وهذا يعني احنا نحتاج مثل هذه الآراء اللي تدعمنا. احنا زي ما قلت احنا 20 شخص، يعني ممكن نطلع بكم فكرة، لكن إذا صار في أفكار زي هذه تدعمنا وحنا حنبني عليها إن شاء الله، فحنا عندنا المفروض خطة لهذا الشيء. لما قلت صدمت انك لما عرفت ان الجمعيه صارت فقط توعويه او استشاريه، هذا حديث ممكن يطول فيه، لكن عاد حنا باللي عندنا بنحاول نسوي اللي نقدر عليه ان شاء الله. بضيف سؤال أمير، دورنا يا اخوان لابد انه الخريطه التنظيميه لدول العالم يحتاج الى تكامل. نحن دورنا توعوي ونتبنى قضايا. الان انا اقول لك حلينا تقريبا حول 2000 قضيه موجوده عند التقرير اللي بنطلع عليها، نتبنى قضايا نوصل للمحاكم. الان القضيه في قضيه شو اسمه قضيه ما ابغى اتكلم حق السيارات المكبح الفرامل، نحن لازلنا متبنيين القضيه، فبالتالي ومركز المسانده صحيح عددنا قليل لكن ايضا ممكن تبنينا قضايا وعند الاداره القانونيه الحقيقه تعمل انت. بالتالي هناك جهات تنفيذيه، نحن عندنا فراغ لملمت الجهات ذات المختصه وسوينا دراسة في هذا الموضوع، أيضا نسوي دراسات ونرفعها للجهات المختصة فيما يتعلق بموضوع. فبالتالي يجب أن يكون دورنا للوعي مهم جدا في المجتمع كدور كمؤسسة مجتمع مدني، لكن نلعب دور أكبر من الوعي. أنا يعني من خلال القضايا اللي عندنا، في عندنا مؤتمر حماية وحقوق المسؤولية المجتمعية، هذا أيضا سندعو الجهات المختصة. أنا أبشرك أن الجمعية رفعت مذكرات تفاهم قريبا ستسمع إن شاء الله سوري يوقع مذكرات مع عدة جهات، حددناها آليات التعاون وعندنا دليل زي ما قلت كيف ان اللي من تشكو كيف تشكو والاجراءات التقاضي الى اخره كيف نتبنى القضايا. وتواصلنا مع عده مكاتب للمحاماه ابدوا استعداد، لكن نضع الان الاليه وسنعلن عنها ان شاء الله. نستطيع فعلا نتحمل، يعني نحن لا نستطيع لوحدنا، بالتالي حنتحالف مع مكاتب محاماه لتبنى القضايا. وعندنا ما يسمى صندوق التعويضات. صندوق التعويضات حدوه عنده ضرر حندعمه حتى نكسب القضيه ويكون فيه ترتيب في بهذا الخصوص، لائحه تنفيذيه بهذا الخصوص، يعني يطمن الامور تحت النظر والدراسه. في الختام نظرا لضيق الوقت سنضطر الى تفضل. انا قلت برجع بسمع لك وانا طالع يعني، بس لانه من البدايه الدكتور محمد رضا امين قسم التسويق. سيد فاضل، التمويل في دول اخرى ياتي في الغالب عن طريق زي ما تعرف الله يسلمك، حماية المستهلك هي جزئين، يعني احنا ما نبغى نحمي المستهلك ونهدم التجار والناس اللي بيجيبوا لانه هم اثنين في بوت واحد. فبالتالي اقناع الشركات في المشاركة في الميزانية هو حماية لها هي، لانه حتعمل رضا عالي جدا للمستهلك لما تعرف انه هذه الشركات، ولذلك التمويل يعني شركات عندها ضخمة جدا ومستعدة باستقبالها نوع من الـ يعني التوعية بدل المسالك للتجار إذا سمحت. شكرا. أشكرك على هذا الاقتراح، وحنا نتمنى والله من التجار والشركات الكبيرة أنها تدعمنا في هذا الشيء. لكن أشكرك على هذا الاقتراح، وحنا إن شاء الله بنبدأ ندرسه ونشوف كيف آلية أن نستقطب هذه الشريحة الكبيرة إن شاء الله. في إضافة، حماية المستهلك يجب أن يعرف أنها حماية للمستهلك وللتاجر والمنتج لثقافة الجودة. فبالتالي في بعض التجار بعض الغرف أحجمت لأن ما كان في وعي وإدراك ونضج، أسميه نضج، أنه فعلا هذه الجمعية حمايتهم أيضا لأنه مستهلكين أصلا وبنعم ثقافة الجودة. ولذلك لدي مبالغ كبيرة، نحن هذه البرامج الطموحة كان يفترض أن نحصل مبالغ لدى الغرف التجارية، فساعدونا إن شاء الله نحصل هذه المبالغ. وعدكم ان شاء الله خلال سنوات معدوده لا نحتاج حتى الغرف، لان ان شاء الله سنستطيع نمول نفسنا بنفسنا من خلال البرامج الطموحه. بس دائما البدايات العبره بكمال النهايات، لا بنقص البدايات. يعني الواحد يحبو توه الطفل لازم واحد يشيله ويدلعه ويحلبه يعطي حليب الى اخره، لكن عندما يكبر ان شاء الله نحن سننضج اسرع مما توقعوا ان شاء الله بدعم سلمير دعمكم كما ذكرت. وانا متفائل تماما
ان شاء الله حتكون هالجمعيه دور كبير جدا. طيب نضيق الوقت، نضيق الوقت، نكتفي بهذا القدر. أبي يطيب نسمع من أي معلش. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا دكتور فاضل الخطيب، أستاذ الاقتصاد في قسم الاقتصاد ومتقاعد. لي مداخلتين بسيطتين. المداخلة الأولى إنه نعم نحن الآن نحبو إلى آخره، لكن لابد أن يكون في اعتقادي التوجه إلى الحماية أكثر من التوعية. يعني لابد أنه في نظري أن الجمعية نأخذ خطوات جادة نحو الحماية ولا تهتم كثيرا بالتوعية أو بمعنى آخر الترشيد، لأن هذا الترشيد موضوع يتعلق بالعادات والتقاليد ويأخذ فترة حتى المستهلك يفهم ثقافة الوعي وثقافة الشكوى وثقافة رفع قضية على من غش. فلا بد أنا في نظري نأخذ يعني نعمل خطة زي خطة الحج كل سنة، خطة المرور، خطة الحماية. ما هي خطة الحماية للجمعية كل عام؟ لا بد أن نحدد قنوات، لا بد أن نحدد اتصالات، لا بد أن نحدد خطوات تنفيذية. هذه نمرة واحدة. نمرة اثنين، أنا ودي يعني يا سمو الأمير إذا سمحت لي أقترح، أنا يعني رجل حب الحكومة وعارف فضل الحكومة وكل شيء، لكن نفسي الجمعية دي تبعد عن الحكومة وتأتي إلى المواطنين أكثر، تأتي إلى المستهلك، ترتمي في أحضانه، لأن هي اسمها حماية المستهلك وهي الصوت الأقوى. الأمثلة اللي أوردوها زملائي في أمريكا وفي العالم، الجمعيات تلك التي تمثل جمعياتنا هنا استمدت قوتها القوية جدا من المستهلكين وليست من دعم الحكومة إلى آخره. يعني إلى درجة أنا ممكن أتصور إنه كل من له قضية وكسبها ممكن إنه الجمعية تأخذ جزء منه أو يعني في وسائل كثيرة إننا نعمل حراك اقتصادي لهذه الفكرة ونخلي المستهلك يطمئن عندما يضايقه أحد أو يغشه أحد. والغش ليس في الغذاء والدواء الآن، الغش في أشياء كثيرة كثير جدا. يعني إحنا كمجتمعنا يعني عشان ما شاء الله تبارك الله كله خيرات وكله تفاؤل وإلى آخره، كثير ناس يغشون كفاية. يعني حضرتك تجي أو سموك تجي مثلا بعد المغرب في أي سوق الأسواق اللي عندنا تجي وانزل تفرج مقدار الغش الموجود فيها، أنواع السلع التعبانة، يعني التستر. يعني أنا قاعد أقرأ الدراسة حقت الدكتور الله يجزيه الخير، كل المصطلحات أثارتني كثير. فإذا نبغى نتوجه للتوعية فلن تنتهي القضية، فلا بد أن نفترض أن هناك مستوى معين من التوعية نناشده، ثم نبدأ بوضع الخطط التنفيذية للحماية. ثم أنا نفسي يعني الجمعية دي تصير يعني زي النيابة العامة، زي هيئة التحقيق والادعاء، كل من يقدم إليه شكوى تهتم بها كنائب عام. يعني الهيئة دي تصير نائب عام وقيمة دعوة على من يغش، لأن من يغشنا فليس منا. أوكي. أنا بس شفت كل اللي قلته هذا أنا أتمناه في يوم من الأيام يصير هو الجمعية. لكن حنا كحماية حنا نتمنى، حنا نحاول نحميه بالتوعية، لأن ما عندنا الصلاحيات أو ما عندنا الصلاحيات، ما عندنا أن نوفر الحماية بأي طريقة ثانية. لا نقدر نسحب المنتج، لا نقدر يعني ما عندنا الطرق التنفيذية. من ناحية أنه تتمنى الجمعية مستقلة، هي الآن مستقلة، لكن لازم نرجع للحكومة لأن هي داعمنا. إحنا ما عندنا الصلاحيات، إحنا نتمنى الصلاحيات، فهي اللي عندها الصلاحيات فلازم نصير قريبين منها. والآن إحنا نتمنى الناس اللي تقرب مننا، إحنا نحاول نروح للناس نحاول، لكن إذا هم جو ما نقدر. فإحنا نتمنى نكون هيئة مستقلة بحالها تنفيذية وكل شيء، لكن إذا ما عندنا هذه الصلاحيات لازم نصير قريبين من عندهم الصلاحيات التنفيذية. ونتمنى، أنا زي ما قلت لك اللي قلته، أنا أتمناه إن شاء الله في قريب إن شاء الله نشوفها كلها في الجمعية بإذن الله. وشكرا. هو بضيف أشكر أخ
هو فعلا الان مارس دور النيابه العامه، اتمنى يكون هناك محاكم ايضا تجاريه حتى تقبل القضايا السريعه اللي تحت اسقف معينه. طلبنا بهذه الاشياء، لكن سمو الامير قال كلمه جدا جميله، الحمايه بالتوعيه. يعني انت لا يمكن ان تستغنى عن الجانب الحكومي، الجانب الحكومي انا اتمنى تبدا من وزاره الممثلين وزاره التجاره في الدول الاخرى، يصير عندنا قضيه الاداره مبكر. يعني حليب الملامين اخذ 6 شهور ودخل عندنا الى الملحق التجاري الى اخره، بالتالي تفعل في دوائر المسؤوليه نسميها، ثم تاتي الجمارك الى اخره. الجمعيه لا يمكن، لازم تتعاون وتتكاتف مع الجهات الاخرى. الجهات الحكوميه وضعت، لذلك انا قلت في نظريه الفوضى المنظمه في قصور لدى عده جهات، لكن هذا القصور يجب ان نعمل عليه. الحمايه ذات بعد قانوني تنفيذي، ونحن ليسنا هذا الدور، لكن كما تذكر المهير بالتوعيه نقدر نحمي، لانه اذا المويه هذه غير ضاره اذا وعيك خلاص تقاطعها، التاجر لا يستطيع ان يبيعها ويسوقها. فبالتالي انت، نحن الان بدينا ندرس كل حاجه حتى المنتجات، لكن يعني حلما، لانه كما ذكرنا 6 شهور على فكره، الجمعيات الاخرى والهيئات الاخرى لو اعطيكم بالارقام خلال 6-7 سنوات وعندها مئات الملايين، وما طلعت ما نزلت للواقع الا بعد مضي هذه الفتره. نحن واخوان 20 حتى اكثرنا يعني متعاونين. هذا المثال اللي حضرتك بتقوله ده في رايي وذلك اضعف الايمان. الشيء اللي حضرتك بتقوله عن المويه ده وذلك اضعف الايمان. نحن انا ممكن يكون اسلوب اقوى منه. انا لسه هروح ادور على المويه واكتشف انها كذا وكذا. لا لا بقول لك حاجه، اخوي الكريم في المويه، انا ما ودي اتكلم كصحفي ولا شيء، المويه في نسب معينه درسنا طلبنا من مراكز الابحاث في نسبه الفلورايد عاليه، في عندنا ما يدرون، عندنا دراسات موجوده عندي. اوكي انا ما اقدر اقول لا قاطعوا المنتج هذا، انا بعدين بعد ما وديها للمختبرات بنحط عندنا في القناه وفي البوابه الالكترونيه ومنشوراتنا هذه المواصفات المثاليه. يعني ثقافه القراءه المنتج اول شيء اللي بنطالب الجهات اللي تكبر، احد بالله يقدر يقرا هذه؟ ما تقدر، جيب لك مايكروسكوب. اوكي بعدين نطلب من الجهات المختصه تبلغ المصانع مثل وزاره التجاره انها توضح هذه العبوات، بعدين وعيك انت كمنتج يا كمستهلك ترى هذه المواصفات مثاليه، انت تروح تشوف المواصفات الى اخره. في كثير من الامور انا جالس نعمل على هذه الاشياء يا اخوان، كثير من القرارات تبنتها الاجهزه الحكوميه نتيجه للحراك اللي سوته الجمعيه. طبعا احنا لا نعلن انفسنا، كتبنا خطابات ما حد يدري عنها. هل هذا الشيء حمايه نعم حمايه نعم قلت ده هل حمايه؟ هذا يعتبر حمايه في صحتك وفي سلامتك. اذا انا اقول لك هذا اذا اقول لك انا ما ابغى ادخل في جدليه، عندما انا اقول لك جسم الاطفال ممنوع شرب المياه المشروبات الغازيه استبدلوا بعصيرات بدون زياده السعر تتبنى بعض، هذا مو حمايه؟ حمايه للطفل، لان حميته من هشاشه العظام. انت اقرا الابحاث، هشاشه الامراض كثير جدا. انا عندي اتمنى تتواصل معنا ونوريك هذه الدراسات، لا يمكن الان اقنعك في هذه اللحظه، لكن لعبنا دور كبير جدا غير منظور. قد وسائل الاعلام قد تقصير منا، قد تقصير وسائل الاعلام ركز على جانب، هم يركزون على اشياء بسيطه جانب سعري بسيط، لكن اهم شيء يا اخوان صحه الناس سلامتهم. هذه الاشياء اللي ركز على البعد الاستراتيجي المهم، عندنا خريطه كبير خرائط في هذا الموضوع ان شاء الله ستثمر ان شاء الله. ختاما الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سعود بن نايف بن عبد العزيز ال سعود الرئيس الفقري لجمعيه حمايه المستهلك، وكذلك الشكر للدكتور ناصر بن ابراهيم ال التويم والدكتور العربي بن حاج على ما تفضلوا به. بذلك نختم لقاءنا، وليتفضل الدكتور سعد الاستاذ الدكتور حسام الامير بتقديم هديه تذكاريه لصاحب السمو الملكي. ونشكرك على اداره حس اداره الله يجزاك شكرا.